ولن اليوم مناسبة مهمة خلدوا من خلالها العيد الأممي المتعلق بالطفولة وبلادنا يعني مرت من الدول الأوائل اللي وقعت الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. وطبعا المغرب كان السباق في إعداد ومأسسة الاهتمام بحقوق الطفل من خلال إحداث برلمان الطفل هذه 20 سنة، من خلال مجموعة من الآليات، من خلال إحداث المرصد اللي تترأسه الأميرة الجليلة لالة مريم، من خلال كذلك يعني تعليمات ملكية سامية موجهة دائما للاهتمام بالطفولة وحمايتها. اليوم في المغرب عندنا لجنة وزارية ترأسها السيد رئيس الحكومة اللي مهتمة بتنفيذ السياسات العمومية يعني المختصة في مجال الطفولة. طبعا بلادنا حققت الكثير من المنجزات وهذه مناسبة لتتمينها، وفي نفس الوقت لازالت هناك تحديات وصعوبات مرتبطة بأن الطفولة هي شأن مجتمعي، وأن الطفولة هي نتيجة أحيانا تكون نتيجة سياسات أخرى. فبالتالي اليوم نشتغل، أهم شيء نشتغل عليه في الوزارة هو إنزال وتفعيل الأجهزة الترابية المندمجة الخاصة بالطفولة. هذه الأجهزة التي سيتم إنزالها في مجموعة من المدن نموذجية، كتجربة نموذجية تقريبا 6 مدن، وبعد نجاح هذه التجربة سيتم تعميمها في باقي الأقاليم، لأن الرهان اليوم الرهان هو تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين. قضايا الطفولة ما يمكنش فقط نقولوا بأنه على مستوى الوزارة غادي يتم رفع كل التحديات، ولكن الوزارة مسؤولة، عندنا برامجنا، ولكن نحتاج دائما إلى مقاربة التقائية لكي يحضر فيها المجتمع المدني وباقي الفاعلين وكذلك المنتخبين على مستوى الترابي. لهذا اليوم الأجهزة الترابية هي واحد الفضاء، واحد الآلية اللي كتضمن لنا هذه الالتقائية، واللي قريبا غادي نعلنوا عليها، وغادي تكون أول مدينة سيتم إطلاقها هي مدينة طنجة اللي غادي تكون نموذجية، ثم بعدها واحد 5 مدن أخرى. ونعتقد أن الاشتغال على الطفولة في المغرب الحمد لله تقطعت فيه أشواط مهمة، وكاين بعض الصعوبات والتحديات سنعمل جميعا على رفعها وتجاوزها.